أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. قالت وزارة التخطيط في العراق أن معدل التضخم لشهر أيار الماضي بلغ نسبة 0.2%، وهي نفس النسبة التي شهدها شهر نيسان الماضي. وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي أن الإنفاق على الغذاء يشكل 30% من نسبة دخل الأسرة الشهرية، مشيرا إلى أن السلع الأكثر ارتفاعا في الأسعار لشهر آيار تمثلت في التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة التي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 1.9%، وقسم المطاعم والفنادق ارتفع بنسبة 1.2%. طالب أصحاب معامل الإنتاج بيض المائدة في المثنى بتعويض خسائرهم نتيجة قرار فتح استيراد بضاعتهم. وذكر أصحاب المعامل أن قرار فتح استيراد البيض كبدهم خسائر تصل إلى 5 ملايين يوميا منذ دخول القرار حيز التنفيذ، كما أدى القرار إلى تسريح عدد كبير من العمالة فضلا عن تكدس المنتوج نتيجة الفائض في المتوفر في الأسواق. فيما تساءل أصحاب المعامل عما تدعيه الجهات الحكومية من إجراءات دعم المنتوج المحلي والقطاع الخاص. شهد العراق قفزة ملحوظة في إضافات الطاقة التكريرية ليكون ثاني أكبر منتج للطاقات التكريرية بعد السعودية. ووفقا لآخر نشرة إحصائية سنوية لأوبك، فقد جاءت معظم الزيادة من السعودية والعراق، حيث ارتفعت طاقة التكرير للعراق بنسبة 34.7% إلى أكثر من 1,100,000 برميل يوميا في العام 2021، ليكون العراق ثاني أكبر منتج للطاقات التكريرية في منظمة أوبك العالمية. قفزت الليرة التركية 6% مقابل الدولار بعدما فرضت تركيا قيودا على الاقتراض بالليرة الكثير من الشركات التي تمتلك نقدا بالعملات الأجنبية. وأعلنت هيئة الرقابة المصرفية في تركيا أن الشركات التي لديها أصول نقدية أجنبية تزيد على 15 مليون ليرة وتجاوزت أصولها من النقد الأجنبي 10% من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية لن يسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة التركية. قال صحيفة بيلد الألمانية إن الانقطاع المفاجئ للغاز الروسي سيؤدي لفقد ما نسبته 5.6% من 1,000,000 وظيفة. وأضافت الصحيفة أن الانقطاع المفاجئ للغاز الروسي سيخفض الناتج المحلي الألماني على نسبة 12.5%. وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن البنك المركزي الألماني أن الاقتصاد سيتراجع 3% تقريبا في 2023 إذا توقف الغاز الروسي. هذا وتستعد ألمانيا للانتقال إلى المستوى الثاني من خطة الطوارئ في ضوء ارتفاع مخاطر نقص إمدادات الغاز على المدى الطويل. أترككم الآن مع أسعار العملات. إلى اللقاء.